وتنضم إلينا حول هذا الأمر من بغداد مراسلة القاهرة الإخبارية هبة التميمي. إذن أحييك هبة، وهنا نتحدث حول أن البرلمان العراقي أجل انعقاد جلسته لكي يقر فيها مشروع قانون الانتخابات الجديد. يبدو أن هذا التأجيل كانت له أسباب، هل المتظاهرون هم السبب أم أن هناك أسباب أخرى؟ نعم، بالبداية تحية طيبة. اليوم يعني مثل ما أشارت تم تأجيل يعني جلسة البرلمان أو مجلس البرلمان، وضمنها من ضمنها أعمال يعني من ضمن جدول أعمال مجلس النواب هو تعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي تأجل من يوم أمس إلى اليوم. اليوم بعد الفطور سيتم أيضا الانتخاب على تعديل الثالث لانتخابات يعني المجالس المحافظات. طبعا هذا الموضوع تم تأجيله أكثر من مرة، يعني تأجيله يعني اليوم أمس تأجل إلى يعني 10:30 في يعني في الليل، وتم تأجيله أيضا في 1 بعد منتصف الليل، وبعدها تم تأجيله إلى اليوم. مجلس النواب قبل هذه الجلسة كانت هنالك جلسات عديدة بعد أن نجح في تصويت على 7 مواد من أصل 15 مادة من مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي ضم دمج الانتخابات مجالس المحافظات وكذلك يعني الانتخابات التشريعية في قانون واحد، هذا باعتماد على نظام دائرة واحدة وفق آلية سانت ليغو الذي يكون صار جدل كبير في الشارع العراقي. وهنالك قام متظاهرون في مقربة مجلس النواب تظاهروا على هذا القانون، قانون سانت ليغو، وفور انسحابهم يعني كانت هناك يعني تظاهرات عديدة شهدتها بغداد وايضا المحافظات عديده، وايضا كانت العشرات من المتظاهرين تظاهروا على هذا النظام، نظام سانت ليغو الذي يعني يرى فيه بعض من المحللين السياسيين ان هذا النظام يعني نظام الكتل السياسيه تكون متمثل في هذا المجلس، مجلس النواب ترى يعني انه مصلحه مع عوده انه هذا قانون سانت ليغو الذي كونه يمنح فرص للكتل الكبيره والصغيره او المتوسطه بيكون انه لها تمثيلا في مجلس المحافظات او مجلس النواب. اليوم انه اعتبار انه هذا الانتخابات الاخيره التي جرت وفق هذه الدوائر صغيره او يعني او متوسطه احدثت خللا واسعا حتى في قبه البرلمان. امس كانت هنالك حتى تظاهرات في قبه البرلمان من قبل القوى الناشئه والمستقله ليست يعني داعمه لقانون سانت ليغو الذي يعني ستبخس حقهم في قانون المجالس المحافظات. اليوم سيتم بعد الفطور يعني هنالك جلسه تعديل على قانون الانتخابات، وعسى ولعل ان تكون هذه الجلسه الاخيره وتحتفل فيها موضوع سانت ليغو الذي صار جدل واسع في الاوساط الشعبيه وحتى في الشارع الشعبي والقوى السياسيه المستقله. ترى ان هذا النظام سانت ليغو لا ينفع مع قانون الانتخابات الجديده. إذن سوف نتابع ما يمكن ان يحدث أيضا. نتابع ما يمكن أن يحدث مساء اليوم من تفاصيل. أشكرك على هذه التفاصيل الواضحة. كنت معي من بغداد مراسلة القاهرة الإخبارية هبة التميمي. شكرا لك هبة.